نادين ناشي، فنانة لبنانية صعدت سلم الشهرة سريعاً بأعمالها الفنية التي حققت شعبية واسعة في مختلف بلدان الوطن العربي، وبجمالها المميز حيث حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 2004. وفي حلقة اليوم سنعرف المزيد عنها وعن بدايتها الفنية، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. نادين نسيب نجيم ولدت في بيروت في لبنان يوم 7 فبراير عام 1984. تعود بجذورها إلى سهل البقاع، وتحديدا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة. والدها نسيب نجيم مسيحي الديانة ولبناني جنسية، كان يعمل خياطا رجاليا، ووالدتها سميرة مسلمة ومن أصل تونسي. وتعتنق نادين الديانة المسيحية، درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت. كانت بداية عهد نادين نجيم مع الإنجازات والشهرة عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، ومن هنا انطلقت شهرة نادين وغدت وجها مألوفا بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين في لبنان. شهدت مسابقة ملكة جمال لبنان لتلك السنة تنافسا شديدا بين المتباريات، وانتهى المطاف بوصول نادين نجيم ولمية فرنجية إلى المرحلة النهائية، لتتوج نجيم باللقب بعد تغلبها على منافستها. شكل عام 2007 الانطلاقة الفعلية لنادين نجيم في عالم الشاشة الصغيرة بمشاركتها في المسلسل اللبناني خطوة حب. يتطرق المسلسل إلى الصعوبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة وشعور الغربة الذي ينتابهم إزاء المجتمع. وبعد عامين شاركت نجيم في المسلسل السوري رجال الحسم من إخراج نجدة أنزور، والذي تدور أحداثه في الفترة التي أعقبت حرب حزيران. وفي عام 2010 شاركت نادين نجيم في مسلسلين دفعة واحدة، هما مسلسل أجيال الذي يتناول مجموعة قصص اجتماعية لعدد من العائلات التي تسكن في بناء واحد، ومسلسل أبواب الغيم الذي يتطرق إلى وضع شبه الجزيرة العربية وأهلها إبان فترة من اشتداد الصراعات الأجنبية للسيطرة عليها. وفي السنة التالية اشتركت نجيم في بطولة المسلسل العربي مطلوب رجال، لتتابع بعدها تألقها الفني وتشترك في مسلسلات باب إدريس عام 2011 وذكرى عام 2013. وشهد عام 2014 نجاحا ساحقا لنادين بمشاركتها في مسلسل لو، إلى جانب الممثل السوري عابد فهد واللبناني يوسف الخال. وفي عام 2015 بدأت نادين تعاونها الناجح مع الفنان السوري تيم حسن، فشكلا ثنائيا ناجحا سحر الجمهور ونال إشادة النقاد. وكانت بداية تعاونهما في مسلسل تشيلو الذي يتناول حياة عازفة تشيلو ياسمين وما يدور بداخلها من صراعات إزاء مشاعرها التي تكنها لرجلين مختلفين. وفي العام التالي عادت نجيم وحسن للعمل معا في مسلسل نسيوم. أما أحدث أعمالهما فكان مسلسل الهيبة الذي عرض عام 2017. في عام 2013 تزوجت الفنانة نادين نجيم من المهندس هادي الأسمر، ورزقا خلال زواجهما بولدين هما جيوفاني وهافين.